السلام عليكم صحباتي وخواتاتي والميمات الحبيبات الغاليين على قلبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم الفيديو وتكونوا في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم موديلات مختلفه متنوعه في ملابس المحجبات، كسوة مونطو، مهم اشكال مختلفه ومتنوعه ودائما تحت الطلب ديالكم. غادي نبداو ان شاء الله باول موديل. هذه كسوه بالكاب ديالها، شي حاجه غزاله البنات كيف ما كتشوفوا في الصوره. قياس اللي فيها طايل ام ال اكس ال دوبل اكس ال، الثمن ديالها كتبقى ب 330 درهم ومتوفره في هاد الالوان. والعنوان ديالها البنات بالضبط فين كاين المحل، كاين هنا في الدار البيضاء في جوهره جهه حي مولاي رشيد تحت المنزه هنا فين كاين المحل. فلا بغيتو تجيو عندي مرحبا بكم، ما قدرتوش تجيو. بالنسبه للمتتبعات اللي داخل الدار البيضاء راه رسل لكم مع الليفرور اللي بغيتو حتى الباب ديال الدار ديالكم، كترسلوا لي الكوموند ديالكم في الواتساب، كنوجد لكم كنوجد يعني الكوموند ديالكم وكنرسلوا لكم مع الليفرور. كيكون الثمن ديال الليفرور 20 درهم، 25 درهم، حتى 30 درهم، هذا هو الثمن. صافي كن كيوصلها لكم حتى الباب ديال الدار ديالكم. بالنسبه للمتتبعات اللي ما قدروش يجيو عندي، غادي ندوزوا لهذا المونطو هذا الراقي. بالنسبه للقياسات اللي فيه، فيه رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، الثمن ديالو كيبقى ب 285 درهم، وكما كتشوفوا في الصوره بهذا الشكل هذا. هذا بالنسبه للمتتبعه ديالي الغاليه اللي كتبت لي في التعليقات بغينا مونطوات قصار، فغادي يكون في هذا الفيديو يعني موديلات ديال مونطو اللي قصير كذلك اللي طويل. المهم كنحاول نرضي جميع الاذواق، وكنرسل لجميع المدن المغربيه، يا اما عبر الامانه كيكون الثمن ديالها 50 درهم، او عبر وسيله التنقل اخرى اللي كيكون الثمن ديالها 39 درهم. هاد الشيء اللي كاين البنات بالنسبه للاثمنه، وكذلك كنرسل لجميع الدول. بالنسبه غير لفرنسا وايطاليا واسبانيا اللي محددين لهم الثمن، يعني الا كانت قل من كيلو حتى ل 10 كيلو ب 200 درهم، من كيلو البنات حتى ل 10 كيلو ب 200 درهم. الا كانوا عندكم اربعه البياسات وكيسواو 8 كيلو راه غادي يمشيو لكم ب 200 درهم، كانوا كيسواو حتى 10 كيلو غيمشيو لكم ب 200 درهم. هادو بالنسبه للمتتبعات اللي ساكنين في اسبانيا ايطاليا فرنسا، هما اللي يعني هما اللي حاطين بالضبط الثمن ديالهم. اما بالنسبه للمتتبعات اللي في دوله اخرى، هذوك ما حاطينش الثمن، كيبقى على حساب الكميه ديال الموديلات اللي عندك وعلى حساب شحال فيهم من كيلو، ديك الساعه عاد كيقولوا لكم الثمن، يعني الثمن ديالهم ماشي مضبوط على حساب الكميه. اما بالنسبه لهادو اللي ضابطين لهم الثمن على حساب الكميه، ولا كانت فوق 10 كيلو راه كتزيد على 200 درهم بشي حاجه، يعني ما كتكونش حاجه كثيره، وكيكون الارسال تقريبا تقدر تكون اسبوع او حتى اسبوعين، يعني بحال هكا كتوصلك، لان كتمشي غير في الكار حتى كيجمعوا واحد الكميه صافي وكيدوا لكم. المهم هادشي اللي كاين البنات. اما لك الارسال عبر الطائره راه كيكون ثمن طالع شويه، كتكون غاليه شويه. ولا عجبكم شي موديل من هاد الموديلات، ما عليكم الا تسيكرانيو الموديل اللي عجبكم وترسلوا ليا في الواتساب في هاد الرقم اللي على الشاشه، رسلي ليا الموديل باش تسهليها عليا البنات، الله يحفظكم الله ييسر امركم. رسلوا ليا الموديل يكون معاه الطاي اللي كتلبسوا، معاه الثمن، معاه اين مدينه، الا كنتو خارج كازا اين مدينه، الا كنتو داخل كازا اين بلاصه بالضبط في كازا. كنتمنى البنات ترسلوا لي الموديل ديالكم مع هاد المعلومات هادو باش كتسهلوها عليا، ودغيا يعني دغيا كنرسل لكم الكوموند ديالكم وما كتعطلش، يعني دغيا كان مهم جميع المعلومات كنلقاهم في مره واحده، يعني كتسهلوا لي بحال هكا دغيا كناخذ الكوموند ديالكم وكندوز لواحده اخرى بحال هكا باش ما كنتعطلوش. غادي ندوزو لهاد الكسوة، هادي طويلة بالسكاي ديالها كيف كتلاحظو البنات، كاين بحال هكا في يعني في الحزام وبحال هكا في الجناب ديال هاد الكسوة هادي. سمحوا لي البنات ما بقيت ملاهية مع ولدي، يعني كتجي زوينة في اللبسة وبالصدف بخمسة الألوان، متوفرة البنات بخمسة الألوان، يعني كيتبدلو غير اللون ديال الحزام واللون ديال الفوق كيف كتلاحظو. والمقاسات كاين 38 40 42 44، الثمن ديالهم كيبقاو ب 240 درهم. ومختلفين في الالوان،
غادي ندوزو لهاد الموديل الرائع، هاد الموديل البنات ديال تركيا اللي كانت سبق لي وجبتهم من تركيا. بالنسبه لهادو البنات موديل تركيا وصنع تركيا 100%، وكيف ما كتشوفوهم في الصوره كيف ما في المباشر يعني تماما طبق الاصل، لان البنات كيف قلت لكم هاد الموديل هذا راه ديال تركيا وصنع تركيا، جبتهم من تركيا. كتجي بحال هكا الفوقاني ديالها على شكل جلابه يعني في صاله مخزانيه، جات راقيه في اللبسه، فيها افتتاحات بحال هكا في الجناب بالنسبه للفوقاني، وفيها صدفه كتسديهم وكتلبسيها على شكل جلابه، والطاي ديالهم ستوندار يعني الطاي ديالهم البنات ستوندار ما فيهمش لي طاي، كيلبسوا زعما صراحه كتجي زوينه في اللبسه، وفيها القب بهذا الشكل هذا، كاينه في هذا اللون هذا، كاينه في اللون الاسود، كاينه في اللون الاخضر، الاخضر معاه الباج، الاسود معاه التحتاني ديالو كيكون حتى هو في الاسود، وكاينه في اللون كاين موديل اخر كاينه كسبه اخرى في اللون بحال المارون مفتوح يعني واحد اللون اللي زوين. كيف كتلاحظوا معايا البنات هنا راه سادينها، ولكن راه ملي غادي تحل الداخل ديالها كاينه كسوه طويله كحله، ها هو الداخل ديالها البنات غير ما بايش. دابا بينوا لكم الموديل ملي مسدوده، كذلك كيف قلت لكم كاين الداخل ديالها، وكاين الصمطه ديالها رائعه البنات غير الصمطه، وتشوفوا الاكسسوار ديالها كيف دايرين. هذا البنات ها انتما هذه محلوله بهذا الشكل هذا اللي جبت انا، جبتها كامله بحال هكا بالفوقاني والتحتاني والصمطه ديالها كامله البنات، كلها الثمن ديالها كتكون ب 550 درهم. بقاو منها في صراحه غير شي بياسات اللي قلال يعني، الحمد لله الشكر لله كانت عجباتكم. كاين هذا الشكل هذا غير انا ما جبتش هاد، كاين هذا الموديل كاين ولكن ماشي في هذا اللون هذا بالضبط. المهم اللون اللي جبت كنظن احسن وبزاف المتتبعات عجبكم اكثر. بالنسبه لهذا الموديل هذا كاب قصير مصنوع بالكشمير، او كيتلبس على شكل مونطو بالصمطه والفورير كيف تلاحظوا، جوده عاليه، طاي ستوندار، كيجي راقي في اللبسه وكيجي زوين، الثمن ديالو كيكون 210 دراهم. بالنسبه لهذا المونطيل هذا مونطو توب ديالو كاشمير بالدوبلور كيف كتلاحظوا، كاينين موديلات البنات مختلفه يعني، ولكن كلهم تقريبا نفس لي طاي ونفس الثمن. لي طايات متوفرين فيهم ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال، توفرين البنات في موديلات مختلفه، والثمن ديالهم كيبقى ب 320 درهم. الثمن ديال هذا المونطو هذا كيبقى ب 320 درهم. كيف قلت لكم راه مختلفين ولكن كلهم نفس لي طاي ونفس الثمن، كيجيو راقيين في اللبسه شي حاجه زوينه البنات، وكيف ما كتشوفوهم مباشره كيف زعما كيف ما في الصوره كيف ما في المباشر، يقدر يكون المباشر احلى بكثير يعني ملي غادي تلبسوها وغادي يعني اي حاجه تا كتلبسها كتبان اكثر. بالنسبه لهذا الموديل هذا التوب ديالو قطيفه، المقاسات اللي فيه فيه الواحد والاثنان، الثمن ديالو 280 درهم. بحال هذا الموديل هذا البنات لو تعقلوا معايا كنت شاركت معكم شحال هذه في الصيف، وكان في توب القريب وكان لقى اقبال كبير يعني من عندكم، كان في توب القريب كان زوين وكان كان كيجي رائع في اللبسه. بالنسبه لهذا الموديل هذا مونطو توب دان، المقاسات اللي فيه الواحد والاثنان، الواحد كيلبس ال و اكس ال، الاثنان كتلبس دوبل اكس ال، ويقدر البنات كاع الواحد يلبس حتى الام والال، والاثنان تلبس اكس ال ودوبل اكس ال. الثمن ديالو كيبقى ب 260 درهم، ومتوفرين فيه هاد الالوان هذا. سمحوا لي البنات بزاف بزاف على الصداع ديال الشارع، ما كندير المونتاج غير من المحل. بالنسبه لهذا الموديل هذا مونطو توب يعني توب ديالو ممتاز بالسكايل يعني اللي خارج دابا، وبالسلسله حتى لتحت، فيه طاي الواحد كيلبس الام والال، وفيه طاي الاثنان كتلبس اكس ال ودوبل اكس ال. وهاد الصور هادو بالضبط مباشره من بعد ما تخدم الموديل وتصاوب، فكيف كتلاحظوا البنات يعني صور مباشره يعني من بعد ما تلبس الموديل. الثمن ديالهم كيبقاو ب 240 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا كاب توب ديالو الصوفه بالوان رائعه ومختلفه،
الثمن ديالو كيبقى ب 190 درهم وطاي ستوندار. بالنسبه لهذا الموديل هذا مونطو توب كاشمير الممتاز، شي حاجه مزيانه البنات، كيجي راقي في اللبسه وكيجي رائع. القياسات القياسات اللي مازال متوفرين فيه الام والال، الثمن ديالو كيكون ب 300 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذه كسوه ديال التوب ديال هدان، كتجي طويله ممتازه البنات، كتجي رائعه في اللبسه وراقيه وفي صاله زوينه. التوب ديالها غليظ ماشي رقيق ما كيحببش، يعني حاجه مزيانه. القياس فيه فيه رقم، فيه طاي رقم واحد اللي كيلبس الام والال، وفيه طاي رقم اثنان اللي كيلبس الاكس ال ودوبل اكس ال، وبالصمته كما في الصوره. والثمن ديالو 240 درهم، الثمن ديال هذيك الكسوه الطويله البنات اللي بالصداف 240 درهم. بالنسبه لهذا الكاب هذا كيجي دافئ لفصل الشتاء بلمسه بلديه وعصريه كذلك، والوان شتويه تناسب كل الاذواق، طاي ستوندار. الثمن ديالو كيبقى ب 210 دراهم، الثمن ديال هذا الكاب هذا البنات كيبقى ب 210 دراهم، ومتوفر في هذه الالوان هذو. بالنسبه لهذا الموديل هذيك سوا طويله بالسلسله توب سكاي، طايح سكاي يعني البنات، وقلت لك طايح ورطب بخمسه الوان شتويه. قياسات اللي فيه الام ال اكس ال دوبل اكس ال، والثمن ديالو كيبقى ب 260 درهم. وبالنسبه لهاد السوار ديال تركيا، وهاد السوار هادو البنات راه مباشره من بعد ما تخدم الموديل وتصوب، يعني صور مباشره كيف كتلاحظوا كيجي على هاد الشكل هذا تماما بحال في الصوره. ولكم واسع النظر، يعني نتوما اللي غادي تشوفوا وغادي تقربوا حديثكم. فلا عجبكم شي موديل من هاد الموديلات ديروا ليهم سكرين على الموديل اللي عجبكم، ارسلوه ليا في الواتساب ومرحبا بكم. مهم بالنسبه لهذا الموديل هذه ستارتيرا بالقب كاليتي نوع التوب الممتاز. قياس لي فيها فيها ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال، الثمن ديالها كتبقى ب 195 درهم. الصراحه مره البنات كنبغي نشارك معكم بحال هكا ملابس ديال الرجال اللي كتكون شي حاجه زوينه وكيستحقوا انني نشاركهم معكم، فهاد الشيء علاش كنبغي نشاركهم معكم، لانه فعلا شي حاجه اللي كتكون زوينه. بالنسبه لهاد المونطو هذا مبطن يعني من الداخل، مبطنه يعني من الداخل، والقب كيتحيد خطير في اللبسه. قياس لي فيه فيه ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال، كيف قلت لكم بالنسبه للقب ممكن ديروه وتحيدوه في نفس الوقت اللي بغيتو، كيجي رائع في اللبسه. وهاد الصوره مباشره الثمن ديالو 280 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذه البنات من احسن الموديلات يعني اللي كنشارك معاكم، وكذلك الالوان والكاليتي. قياس لي فيها الام والال، الثمن ديالها 220 درهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، لا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم، وكنعتذر بزاف بزاف على الازعاج ديال الشارع، كنعتذر البنات، ولكن ما عنديش الوقت يعني باش نمشي حتى للدار وندير المونتاج، فهاد الشيء علاش كنقول اللهم نشارك مع حبابات ديالي وصحاباتي اللي عارفاكم، يعني غادي ما غاديش دوها زعما في الصوصه ديال الطريق، نقول ماشي مشكل، المهم غير نشارك معكم وما نغيبش عليكم. وهذا ما كان البنات، خليت لكم الراحه والهنا اغلى واحلى متتبعات، بستمع لكم، تتلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد.